حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر وتداعيات الهجمة الاستيطانية الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك والتي تتزامن مع الأعياد اليهودية. المزيد في التقرير التالي. الحرب ضد الأقصى وما يمارس عليه من حصار شامل لم تكن كسابقاتها منذ سنين، حين كان المستوطن يمنع من أن يقترب من بوابات الأقصى. أما اليوم فهناك ترتيبات رسمية للاقتحامات تتم برعاية حكومية يمينية متطرفة تصل ذروتها في الأعياد اليهودية. فابتداء من 20 آذار ولمدة 7 أيام طقوس الاستفزاز في الأقصى تتعاظم في عيد الفصح اليهودي. اليهود عنده نفس طويل بالعمل والتخطيط، فهم يعني بيشتغلوا بروضوا الناس بطرق معينة حتى يثبتوا لهم وجود في الأقصى، حتى يثبتوا لهم حقوق في الأقصى، حتى يثبتوا لهم مكانة مادية مش بس مكانة معنوية. بيربطوا كثير من أعيادهم بالمسجد الأقصى على اعتبار أنه مكان بالنسبة لهم بيدعوا أنه مقدس. كثير من أعيادهم مرتبطة بمكان معبد، مش مستعدين يروحوا على الكنس هنا أو هناك، ما بيجوا على أقصى كقبلة لهم، ما بيجوا عليه يقوموا بنسك أو بطقوس. معركة الاقتحامات وما يرافقها من منع للمصلين من الدخول في أوقات معينة واحتجاز سلطات الاحتلال لهوياتهم ما هي إلا تأكيدات واضحة من إسرائيل أن بيد القوة والبطش والسيطرة ستحقق مساعيها لأن يصبح لليهود وجودا دائما وكليا في الأقصى بعد إنجاز هدف التقسيم المرحلي في المكان والزمان. اقتحامات متكررة ليست مرتبطة فقط في الأعياد اليهودية، وهي للعلم بقرار من رأس الهرم في إسرائيل نتنياهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة ولا يحترم الدور الأردني ولا يحترم الوجود الفلسطيني، ناقض لعهده اللي قال فيه أنه لن يغير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، واللي نقل رسالة من خلال وزير الخارجية الأمريكي إذا كنت تذكرون مع جلالة الملك عبد الله الثاني، لكن على الأرض ما يحدث هو عكس ذلك. زينة صندوقة، رؤيا.